وكأن زمن الحرب عاد يلبس وجها آخر بحسب ما يروي فادي الصياد المفرج عنه، والذي بدأت قصته عندما ذهب برفقة قريبيه للم شباكهم عند 6:30 صباح السبت، فاعترضهم قارب سوري بدا وكأنه قارب صيد. أنا شو ساعدت هربت، فتحت أنا باللانش تبعي، ساعدت العساكر اللي كانوا متخبيين غير العسكري اللي نط علي 5، والشوفير 6 يمكن، وهذا اللي نط عليه 7 يمكن 7. وحصلت المواجهة بين الجانبين، أطلقت النيران على ماهر وخالد، وتم تكبيل فادي. المصابان نقل إلى إحدى مستشفيات منطقة المنطار السورية، فيما اقتيد فادي إلى التحقيقات مع الأمن العسكري. لضبيط وبكوسة وضرب وبالشلحيطة وهيك، هذه قبل ما بيشلحوني بالكرابيش، هذه أول ما فت يعني أول بداية. المهم آخر شيء قال أنت كان معك سلاح محل ما كنت واقف عند بحجر الشبك، معك سلاح وكبيته بالمي صناديق. سيدنا والله كنا عم نلم الشبك ضرب. يا سيدنا والله سلاح، خلص والله بأمرك سلاح اللي بدك اياه. سلاح منين؟ من معلمك الشيخ سعد. من معلم الشيخ سعد؟ قال لك الزاب انت الشيخ سعد شخصيا منزع على البحر بيعطيك سلاح؟ قال له لا يا سيدنا، مجموعته. قال مين مجموعته؟ على كثرة الضرب والفزع نالوا خالد الظهر. حتى أن فادي وخلال هذه التحقيقات ادعى أنه كان سيسلم أسلحة لأقاربه في سوريا، إلى أن انتهى التعذيب وأفرج عنه. بس أنا سمعتهم عم يقولوا أنه سيادة الرئيس مع الرئيس حكى سليمان مع رئيس بشار ينفذوا هيك، سمعت أنا. بس لما طلبونا عند العميد كل شيء حكيته تهريب ما تهريب، أنه هذا الأسلحة من الأسلحة شالوه كلياته، رجعوا عملوا ملف فن لحالهم كتبوه من عنده. وانت عم تصطاد وبريء وما لك شيء، بس احنا كنا نعطيه لنش مشبوه فيه، بس طلع انت الدقه فيه. اذا بالغلط قبض على فادي وخالد وماهر وسط خطر دائم من تكرار قصتهم مع اخرين.